طيب تعالوا نروح لملعب المباراة وزميلنا كريم أحمد ولقاء مع الكابتن سامي ومصان مدرب النادي الأهلي، اتفضل يا كريم. بجد تحلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، كابتننا الكبار، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان بنبارك اكيد للنادي الاهلي فوز مهم النهارده. زي ما احنا عارفين ان طبعا يمكن ضغط كبير للمباريات، لكن الامل موجود ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كل ده هنتكلم طبعا مع الكابتن سامي مصور مدرب الفريق. مبروك يا كابتن سامي، يعني طبعا مباريات صعبه ويمكن الضغط كبير جدا على فريق النادي الاهلي، لكن النهارده يمكن بدايه كانت كويسه جدا، واضح التحضير كان جيد ان احنا نحرز هدف في البدايه، ده امر يحسب للجهاز ويحسب للعيبه. حطينا في الاجواء وتقييمك النهارده للمباراه يا كابتن. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت مهم جدا انت اللي عليك، اللي عليك اللي انت تكسب المباراه اللي عندك وتستنى بقى ان شاء الله يعني نتائج الفرق المنافسه يعني، وده اللي اشتغلنا عليه. والحمد لله اعتقد النهارده الحمد لله برضو اللعيبه كانت مركزه اكتر، عندها تصميم اكتر اللي هي تخلص الماتش بدري، وده اللي الراجل اتكلم فيه، والحمد لله قدرنا نسجل هدفين وناخد 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا يعني. نقطة مهمة جدا يمكن بواليا الحقيقة وتهديفه بالنسبة للمباراة بيعود من مرة تانية، كمان احنا بنفقد عدد كبير من اللعيبة، يعني محمد شريف يمكن عنده سوء توفيق كبير جدا، حصوله على يمكن 19 هدف وماشي بشكل جيد جدا، لكن في عوامل مؤثرة على الفريق بعيدا طبعا عن التحضير والفنية، تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا كابتن؟ طبعا اتفق معاك، بس برضو خلينا نتكلم ان تيم النادي الاهلي كل لعيبه مميزه جدا، عندها قدرات كويسه، واعتقد النهارده الحمد لله بواليا برضو نفس القصه، ادى اداء مميز النهارده وسجل هدف بقاله فتره كبيره جدا يعني بيحاول، والراجل بيدعمه دايما، واعتقد الحمد لله النهارده كان مردود كويس يعني يبني عليه ان شاء الله. لكن برضو زي ما اتكلمنا ودايما بنقول احنا عندنا في كل اللعيبه الموجوده طبعا مفتقدين لعيبه مهمه جدا النهارده، محمد شريف طبعا من هدافين الدوري، وليد، مروان، متولي، طبعا ناس كتيره جدا، لكن في الاول والاخر برضو انت لازم تلعب على السكواد اللي عندك، واعتقد الحمد لله اللي احنا بس نركز الماتشات اللي جايه وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها باذن الله. عارف ان الجهاز مركز بشكل كبير جدا مع اللعيبه، لكن المردود لكلمات كابتن محمود الخطيب اللي كانت يوم الخميس تاثيرها على اللعيبه كان ايه؟ المردود كان كويس جدا مع اللعيبه، لان خلاص الصفحه بتتقفل، عندنا غير ان احنا نكسب الفتره اللي جايه. شايف ان ده ترجم النهارده في ارض الملعب والحماس والجديه كانت واضحه جدا يا كابتن سامي؟ طبعا مهم جدا طبعا لما رئيس النادي طبعا كابتن محمود الخطيب رمز النادي بينقل المسج للعيبه، اعتقد اللعيبه بتبقى مستوعبها كويس يعني، وزي ما انت قلت طبعا كان لقاء مهم جدا للعيبه ولينا، واعتقد الحمد لله اللعيبه الحمد لله كانت على قد المسؤوليه النهارده يعني. المباراه القادمه الضغط خلاص، هنتمرن بكره ثم بعد بكره تدريب، سفر الى السويس، بعديها كمان مباراه المصري، بعديها كمان لسه هنشوف مباراه الجونه، الثلاث مباريات القادمين دول سفر بشكل كبير جدا وضغط يا كابتن سامي على فريق النادي الاهلي. شايف الثلاث مباريات تحديدا اللي جايين دول خارج الملعب ازاي؟ خلينا الاول نتكلم في المباراه اللي طلع الجيش ان شاء الله يعني، عندنا كمان 3 ايام واليوم الثالث، عندنا بكره هنشوف الراجل هيكرر يعني سواء راحه او ان شاء الله نتمرن ان شاء الله يعني نعمل ريكفري كويس ونستعد لمباراه طلائع الجيش يعني. خلينا نتفق كل مباراه صعبه، كل مباراه لازم تكون انت بايدك يعني، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في ربنا، عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، وزي ما انا قلت دايما احنا بناخد بالاسباب، احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله اعتقد يعني ان شاء الله ربنا يشيل لنا حاجه كويسه باذن الله. سامي الثقه الكبيره زي ما بنقول في اللعيبه وثقتنا كمان في جمهور النادي الاهلي اللي لابد يكون داعم بشكل كبير جدا للمرحله اللي جايه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاسباب، وده عهدنا الحقيقه مع جمهور النادي الاهلي على الحلوه والمره مع عدم الشعار، ده الحقيقه هدف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي بعد ربنا طبعا الداعم كبير لينا جدا في كل المواقف يعني، الحمد لله اعتقد ان اللعيبه ديت برضو ادت حاجات كويسه جدا يعني يشفع لها اللي انت تساندها يعني، سواء في اوقات الانتصارات وده الطبيعي، او اوقات لا قدر الله يعني ان شاء الله، ان شاء الله ربنا مش هيجيبها يعني، لكن برضو مهم جدا لأن بعد ربنا، لان الكلمه بتفرق معانا جدا وبتفرق مع اللعيبه وبتفرق مع الجهاز، فاعتقد الحمد لله الحمد لله وبكررها بليك تاني ان شاء الله، انا ان شاء الله اعتقد ان شاء الله ربنا يشيل لنا حاجه كويسه باذن الله. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصاب مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات، ويمكن فوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي في ظل مرحله صعبه وفي ظل تحديات كثيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن طول ما فريق النادي الاهلي على قلب رجل واحد والتحضير بيكون جيد لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، والتوفيق بيكون معانا ان شاء الله نقدر نحسب كل المباريات القادمه ان شاء الله يا كابتن ايمن. يعني في هذه اللحظات ارجع لك الاستوديو والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.